بدك صياح مشان شوية دوخة جبتنا كلفتي؟ اسكتي وطبي لسانك. ها لا ما رح اسكت، اصلا نحن ما بيد بقنا نعيش مرتاحين، وكله كرمال مين؟ بس كرمال هالختيار الحرمت من السيران. واقسم بالله العظيم اذا ما بتطبي لساني لاي مقيامتك ودعسك بجري. انا ماني مجبوره اقعد له خدامه لابوك، وبصتي وسعادتي اهم من منه. شوفي ولي اذا ما بتطلعي من خلقتي اقسم بالله لا املي فيك. اطلعي من هيك اطلعي. بالغ وين بالغ الله يرضى عليك. خير اخي، ابوك من وجع ظهره نزل على رجليه ومنعه من الحركه. الله اكبر، يعني ابوه بده يضل عاجز؟ لا باذن الله لا، بده شويه عناي، مشان هيك بدي اخذه لعندي على البيت ومرتي بتدير بال عليه. بس هذا ابي كمان وله حق علي. ليش هذا مو ابي يعني لك صبحي؟ ابي كمان. بس يا حبيبي يا اخي يا روحي انت عزابي، ما في مين يخدم عليه، راح اخذه لعندي ومرتي بتدير بال عليه. بأمرك أخي بأمرك. حاضر قوم الله يرضى عليك جيب لي هالحنتور وناخذ له غراضه ويروح معي. يلا قوم. يلا بالإذن. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. ريح لي حالك. يلا يا الله يا الله الله يطولنا بعمرك. ما بيجي ما بيجاني. شكري. خير. شوفي لأمتى أبوك بده يضل قاعد عني؟ نوصي صوتك عسى ما هي مقيمتك. قاعد هون لحتى يطيب. والسيلان اللي وعدتني فيه على البحر؟ مؤجل حتى أشعار آخر. ويليك، احملي حالك وسوي له شغلة سخنة وتعالي. يلا. يلا الله. الله يخلينا يا أبك يا بي. الله يخلينا. شو يا صوت لازم أشيل. بركي يا رب بدك تعملي لي مشوار بقى. لك أنت بتأمر أنا. الله يرضى عليك. خلينا يا أبك. يا أبي شلون حاسس لحالك؟ الحمد لله الحمد لله. عم أعذبكم معي يا مو هيك. شو هالحكي لك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شكري يا شكري. يلا جاي جاي. أقسم بالله يا أبي إذا بسمعك تاني مرة بتحكي هاي الكلمة. يا شكري حاكيني. لا كفهمنا جاي. يلا تعال هون. شباب يلا قوم شوف هربتك يا ابي. يلا ارجع لك. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. يا شكري. لك شوفي صار لي ساعة عم ناديلك وانت ما عم ترد علي. لما خلاص التحيت بابوك ونسيت بيتك. لك اسكتي فضحتيني. لك انبح صوتي انبح صوتي وانا عم ناديلك لحتى تعبي لنا كاز وانت ما عم ترد وملتهي بقصص ما لها طعمة. شغل البيت كله صار فوق راسي والله العظيم شي بيقرف. نوصي صوتي نوصي صوتك احسن مني يا بتيكا. عبي لك كاز ماشي الحال. احلك وشبق ما شاء الله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لحين خرب بيت الصبي. يا رب يا رب تأخذ أباتك وتريحني وتريحهم يا رب. عدمني ياك يا حبك الله يعدمني ياك على أهون سبب يا اختيار الجن. إلي من وقت ما كان عمري 15 سنة بشتغل عند شيخ الكار العطارين، يعني صرت أفهم لهي المصلحة كتير منيح. بعدين أنت شو خسران يا معلم؟ لك جربني بس ليفوت شي زبون اللي أنت خلص مشي، وإذا ما عجبتك خلص لا تخليني أقرب على الزبائن بالمرة. أبوس إيدك معلم الله يوفقك. طيب رح نعطيك فرصة تكرم عيونك. بصلاة محمد. بصلاة محمد. لك يا قبرني ربك على حكي هذا الحكي. الله يبعد لي زبون يا رب. شوف شغلك. يلا. السلام عليكم. اهلين قسام. مرحبا خالي. اهلين وسهلين. سليم شوف شغلك. ايه بامرك انا. خبرني معلم شو طلبك؟ شو وجعك؟ قل لي انا جاهز. طول بالك علينا شوي. حط لي رطلين صابون ويت زهورات ويت بابونيش. بس على حالك. لا الحظ لا يفعل ولا شيء. لك شكري اخي هجري يا خير يا ابي خير. شو صاير؟ يا اخ ما في ورد بجسم الله عم تجعلني يا ابي.
شاء الله عليك العافيه. حاسس بدوخه راسي والدنيا عم تفتل فيني فتل. دايخ يا ابي دايخ. بدك هالصياح مشان شويه دوخه جبتنا كلفتي. اسكتي وطبي لسانك. ها لا ما رح اسكت، اصلا نحن ما بينبقلنا نعيش مرتاحين، وكله كرمال مين؟ بس كرمال هالختيار اللي حرمته من السيران. اقسم بالله العظيم اذا ما بتطبي لساني لايما ايامتك ودعرسك بجري. انا ماني مجبوره اقعد له خدامه لابوك، وبصتي وسعادتي اهم منه. شوفي وليه اذا ما بتطلعي من خلقتي اقسم بالله لامي اللي فيكي اطلعي منين؟ اطلعي! ما لك وين ما لك الله يرضى عليك. صور لك علي يا ربي. ربي كرمال الله يا ربي كأنك ما سمعت شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي البنت راكب الشيطان راسه. الله يهديها لك يا ربي ما عليك. خد على قدها على خد على قدها على الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدي اياك انت تكون رضيان يا بي. الحمد لله. يلعن النسوان كلهم. كلهم في دار رجليك بس انت تكون رضيان. رسمية. يا بنتي يا رسمية. رسمية. خير، شو بدك؟ مشان الله لا تعزيني يا بنتي. أنا عذبتك معي كثير وعملت مشاكل بينك وبين جوزك. الله يرضى عليكي. شوفيني حدا من أولاد الجيران يروح لعندك يصبحي على الفرن مشان يجي ياخذني لعنده على البيت. لك لا تاكل هم عمي، ألف طلب مثل هالطلب أنا رح روح بذات نفسي لعنده على الفرن ونادي له بس دكي لدك بلايتي. وين أبي وليه؟ وين راح؟ تقبر قلبي روّة، إجا أخوك صبحي وأخده لعنده على البيت. لك شلون أخده صبحي؟ والله أبوك طلب مني هالشي وأنا حبيت نفذ له رغبته. أبي طلب منك؟ لا ستي احذري ليش راح؟ راح من عقارتي، سمعانة؟ هلا هاد يلي طلع معك ما بكفي كنت عم عامله أحسن معاملة؟ أحسن معاملة؟ سمعك ليه؟ بتحملي أغراضك وبتنقلعي من البيت، يلا يلا لك يلا يلا لعما ضربك. شكري يا بي. خير شو صاير معك؟ تعبان يا بنتي تعبان. الله يرضى على جوزك شكري ويكلله بالرضا يا ربي، اللي يرضي يستقبلني عندكم ويعالجني بالبيت. يعني انت اللي بعت خبر انه بدك تجي لعنا؟ ايه